واضح من الأجواء الحالية هنا في ملعب المباراة أننا بانتظار مباراة كبيرة ومثيرة بين الطرفين. بعد قليل سنكون معكم من ملعب الملك فهد، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض. اليوم نحن على موعد مع كلاسيكو سعودي غير عادي هنا في استاد الملك فهد في مدينة الرياض. سنشهد على تاريخ جديد يكتب بين الهلال والاتحاد، كلاسيكو النجوم والأسماء، مباراة التاريخ والبطولات، قمة المتعة والتنافس، كلاسيكو سعودي نريده على المستوى. نتمنى بأن يلبي الطموحات في ملعب يكتظ بالمشجعين وحماس منقطع النظير هنا في هذا الكلاسيكو. هذه تشكيلة الهلال في مباراة اليوم. عبد الله المعيوب في حراسة المرمى، سالم الدوسري سيبدأ مع ماريجا في الجناحين، وفي الأمام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. المباراة تنطلق بأقدام لاعبي الهلال. الاتحاد عند المساحة موجودة على طرف الملعب، عرضية ما كانت بالشكل مطلوب. بينية في ظهر الدفاع، حلوة الكرة، يا سلام على البينية. أوهو، لقطة لا تنسى لحارس المرمى، والضغط العالي يسفر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. أكيد الفكرة لم تكن بهذا الشكل، النية كانت ركن الكرة في الزاوية لكن راحت بعيدة وبالتالي ضاعت الفرصة. تمريرة حلوة شكلها خطير الآن. الحارس يخرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. يتعرض لضغط كبير. حكم يعطي الأفضلية للهلال. عرضية طويلة. الله على التصدي. إلدر كوستا. رومارينيو. فرصة لهدف التقدم. ما هذه التسديدة؟ تنفيذ سيء من زاوية ضيقة وفرصة بتضيع على الفريق، كان ممكن أن تستغل بطريقة أفضل بدلا من أن تخرج بعيدا عن المرمى. سلمان الفرج. بحث هنا عن طريقة لكسر حالة التعادل. بيلعب لك كرة باتجاه المرمى. توغل رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام. رومارينيو. بلوك بدون مشاكل. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية مشاهدينا. بينفذ الركنية. فشل في إبعاد الكرة. تنتهي الخطورة في هذه اللقطة. أصحاب الأرض يتفوقون في السيطرة والاستحواذ على الكرة. هذا الاستحواذ حتى هذه اللحظة لا يفيد الفريق في أي شيء، المهم هو الفوز، هذا ما تبحث عنه الجماهير، وحتى هذه اللحظة لا يخلق الفريق فرص كافية لتهديد المرمى، وكل ما تأخر التقدم في النتيجة تصبح الأمور أصعب ويصاب الجمهور بالإحباط. في هذا التوقيت على الفريق العمل على استعادة الكرة. رومارينيو. وجدت الحارس بالمرصاد. الضغط العالي ناجح هنا والآن ممكن أن تأتي الفرصة. إذن أعزائي المشاهدين تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.
الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا. بينية تكسر الخط الخلفي. مستحيل، إذا أردت أن تقضي على أحد عليك بالضربة الأولى. وأي ضربة الأولى! نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ومن ثم نهاية الكرة في الزاوية القريبة من حارس المرمى، كان ممكن أن يتصدى لها. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. روعة كبيرة في الانطلاق بالكرة. سلمان الفرج ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس. الجماهير تقوم بدورها في تشجيع اللاعبين، في دعم اللاعبين على تسجيل هدف التعادل. خروج حارس المرمى في التوقيت المناسب لإبعاد الضربة الركنية. تتحول السيطرة هنا. حلوة التمريرة، قد نشاهد كرة خطيرة. يا الله على المهارة في الفينش وعلى النهاية في التسجيل. نشوف الهدف من جديد، كرة بدأت من تمريرة عالية من فوق الدفاع، ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. ثقة كبيرة عند الفريق في تبادل الكرة. رومارينيو وكرة باتجاه المرمى. كرة ما كان فيها أي صعوبة، لم تشكل خطورة على عبد الله المعيوف. البينية رائعة، هل يمكن أن تصبح كرة خطيرة؟ هذه كرة هدف. وفي المرمى هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. نشوف لقطة الهدف، كرة تلعب عالية خطيرة من فوق الدفاع، والنهاية كانت في الزاوية الصعبة والضيقة لحارس المرمى لتستقر في الشباك. لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة، والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. حلو التدخل، والكرة رمية تماس. تغيير وجري نادي الاتحاد. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم، كما نعرف جميعاً الكرة تعترف بالأهداف وبالنتيجة النهائية وليس بأرقام الإحصائيات والاستحواذ. ما الفائدة أن تسيطر على الكرة وأن تكون متأخر في النتيجة وخاص؟ ممكن التعادل الآن. هدف للهلال. نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل، شوف التحرك، شوف انظر على هذه الكرة واللقطة. حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. نقترب من نهاية المباراة مشاهدينا، شوف تناقل الكرة، ثقة كبيرة، انظر إلى هدف الفوز الذي قد يأتي في اللحظات الأخيرة. كرة زاوية إلى العمق.
سبع دقائق فقط وتنتهي. تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. بطاقة صفراء ضد نادي الاتحاد. أندري كاريو غياب التركيز في التمرير ويفقد الكرة. لحظات قليلة مشاهدينا تفصلنا عن النهاية. نقلات الكرة، البحث عن هدف التقدم. الله، كرة في المرمى، هدف التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. نشوف الإعادة. الوقت كان يمر سريعا، يعرف بأنه في الدقائق الأخيرة من المباراة والنتيجة متعادلة، لكن قرر تغيير ذلك ويضع الكرة داخل الشباك ويهدي فريق الفوز. الاتحاد متأخر في النتيجة. صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، والهلال يحقق الفوز والثلاث نقاط هنا. الأمور استمرت متقاربة بين الفريقين حتى النهاية، لكن الفريق انتزع الانتصار. المهم في النهاية هو الثلاث نقاط وفارق الأهداف لا يهم بالتأكيد. من قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة، تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.